حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القاعة الشهر سنة 2003 وعمري 13 سنة. دخلت كلية الشرطة في كشف الهيئة بمسائل رواية تحرير وطول القاعة الشهر. فأنطلت قصيدة للسيد اللواء طارق يسري رئيس أكاديمية الشرطة في ذلك الوقت فأعجب لي. ودخلت كلية الشرطة وبقيت شاعر الدفعة بتاعتي أربع سنين إلى أن قلت قصيدة الشعر بتاعتي حفل التخرج سنة 2011 بعنوان أعضاء الشرطة مصر. ربط موهبة الشعر لمدة عامين لانشغالي بالعمل إلى أن استشهد الشهيد بها فتحي فشعرت بمدى العجز تجاهي إن أنا ما عملتش حاجة لزمايلي وإن هما بيموتوا وبيضحوا وأنا مش بعمل حاجة. حتى لو رحت اشتغلت في منطقة ملتهبة برضه مش بعمل حاجة. بأدي دور عليا وفي نفس الوقت الناس اللي استشهدت عشان خاطري حاسس نفسي إن أنا مش قادر أعمل لها حاجة خالص. طبعاً ظهرت موهبة الشعر الرواية ابتدت تطلع وابتدت أكتب. كتبت عن الشهيد بيها فتحي بعد ما استشهد بأسبوع الكلام ده من عامين ونص. ابتديت بعد كده أكتب عن شهدائنا. بعد كده لقيت عبارة عن الكتاب دي أو الشعر بيبقى عبارة عن قصيدة بتتقال على الفيس أو على النت والفيس والنت ليس واقع ولا يؤخذ عليه وجميع من يتحدث عليه من الفارغين أو زي ما تقول كده يعني إيه الفاضيين يعني لكن الكلام على أرض الواقع. أنا بتشرف بحضور جميع الناس اللي حضرت وأعزم الناس اللي ما حضرتش. فجت فكرة الكتاب.